عادي جدا. بصي هو سو تراندي الفول وينتر السيزون الجاي الالوان الباج. انا الباج عايزه اقولك الباج سو تراندي سو ان طالع موضة في بالظبط، في يعني مع ان الباج ده ما كان ما يعني دايما بتشوفيه في يعني في السمر في السبرينج، بس عمرك ما بتشوفيه في ابدا، بس الخريف. هو سو ان في الفول والوينتر كمان. طيب ايه رأيك نشوف اول حاجة معانا؟ اوكي يا يلا ريت. بينا. ده ايه بقى؟ ده دريس. ده بليزر دريس. بصي لو ركزتي الفابريكس بتاعته، الفابريك بتاع المستخدمه فيه فيها لمعه بروكارد، فيها لمعه. احنا غيرنا شويه من فكره ان البليزر دريس بيبقى بكم، فالبليزر دريس الكم بتاعه تيول. وعامه الكولكشن انا يعني هتلاحظي ان كل الكولكشن الفابريكس كلها رقيقه وديليكت، سو حاجة ديليكت very simple يعني. بالظبط. وفي نفس الوقت تحسي ان انت كلاسيك شيك، وفي نفس الوقت برضو فيمينين ومريح، يعني حاسه ان انت مرتاحه. هو اللي تحت ده دريس ابيض. وانت ممكن اصلا تلبسيه از دريس، يعني انت ممكن واحده محجبه مثلا تلبسه از دريس، مش محجبه برضو تلبسه از دريس، مش عاجبني شرط. ان بس حاجتك فعلا تنفع محجبات كمان يعني. هو ده بصي احنا البراند بتاعنا هو بيقدم مودست فاشن. فكره المودستي ان انت بيبقى اكسسبل لاول كايند اوف وومن، يعني كل اقدر يعني اي حد يقدر احنا يلبسه. عايزين نتكلم بالعربي شويه عشان خلاص الناس برضو تفهم شويه. خلاص اوكي. يعني بصي يعني المودست فاشن او المودستي هو انا بقدم لك فاشن بس تقدري كله يتلبس في كذا يلبسه شكل يعني، مع بالظبط كده المحجبه ممكن تلبسه. تلبسه. طب اللي احنا شفناه البليزر ده ممكن الكم مثلا ما يبقاش شيفون او يبقى مثلا هي ماتيريال ممكن تانية يتلبس تحته حاجة ومش هيبقى يعني مش هيبقى وحش، ممكن يتلبس تحته حاجة بيج على مثلا. بنطلون مثلا، جينز على بنطلون كلاسيك. طيب نشوف حاجة تانية. اوكي. ده دريس، ده ساتان ولا ده ده ايه؟ ساتان، ده شيفون ساتان. بصي سو سيمبل فيت اي شيب من الاجسام. هو بصي فكره الراب عامه المقفول الكروزيه ده بيفيت اي شيب من الاجسام، لو واحده اي مليانه جسم وتقدر تلبسه طبعا هيداري كل بالظبط كده البروز. مريح. وانت كده لابسه حاجه فيمينين كلاسيك في نفس الوقت في مرتاحه، يعني مش ممكن يتعمل بماتيريال تانية مثلا، حاجة على قطن أو حاجة، ولا لأ هو ده بصي بيبقى هقول أفضل؟ لك انا حاجه، فكره الـ يعني الديزاين ما بيبقاش ديزاين بس، هو فكرته في قماشته، فكرته في لونه. فانا لو مثلا الديزاين ده كان مخامه تانية لون تاني هيختلف تماما، هي شكله تماما هيختلف. بالظبط. اكتر الخامات اللي بتحبي تستخدميها ايه؟ بصي ما فيش خامه معينه بحب استخدمها، هو حسب الانسبيريشن، حسب المود بورد اللي انا بشتغل بيه. بس مش خامه، كل الخامات بالنسبه لي حلوه، كل الخامات بالنسبه لي يعني مغريه ان انا العب بيها. ممكن لو انا مثلا شفت حاجه عندك وقلت لك مثلا، بس انا مش في ناس بتحبش الساتان مثلا، فقلت لك ايه لا انا عايزه خامه تانية، ينفع اوكي تعمليها؟ لا بحس ان انا رحت بعدت خالص عن الديزاين بتاعي، يعني اوكي. انا حتى لو جبته لك هتقولي لا مش هو ده. ده عالمي بقى، ده رهيب، ده حلو قوي. بصي هو تول وبولكا دوتس، ويعني بصي اللي هو يعني هو ماي فيفورت برضه. حلو، انا بقى يعني عاجبني جدا جدا جدا. وده طالع من الصيف على فكره، الستايل ده برضه بنسيب بس على يمكن قصير بالظبط. ومن الشتاء انا عايزه اقول لك ان التول كان سو تراندي الشتاء اللي فات، يعني احنا مكملين فول وينتر بالتول عادي، ممكن تلبس تول في كان يعني في الشتاء كان نازل. ده حلو قوي. طب بتدخلي كذا ماتيريال في الدريس او الحاجه الواحده الاوتفيت الواحد؟ يعني انت زي ما شفت مثلا البليزر دريس الاخير احنا دخلنا البروكار مع التول، يمكن ده مثلا ما دخلتش فيه كذا ماتيريال، بس انت هتلاقي فيه ماتشنج في الفابريكس كتير.